خد هنا، خدي بعد اذنك يا حبيبي. يا مساء الفروت اند السويت، في مكان في قلبك ولا كومبليت؟ بقول لك انا كنت عامل اوفرك ده، جلسه ريكفري اند مساج زيت وليمون. لا مساج زيت وليمون. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ هتقعد ساعه تيجي ما تخلص. هاجي ازاي؟ ايه الاوفر اللي كنت مديهولها؟ جلسه مساج زيت وليمون. انت بتشقط رنجايه؟ انت بتقول ايه يالا؟ طب اقول لك على حاجه، ما جربتش تقطع عليها بطاطس وتتبلها وتدخلها الساونه؟ اه والف هنا وشفا على قلبي. انت دايس في اي بطروخ، انت ما بتعتقش، متحرش. متحرش يا مح. الله العظيم، وايه الطقم اللي انت لابسه ده؟ مش فاهم انا، طفل طفل ولابس بامبرز جوه ولا حرامي من عصابه القناع الاسود بتاع بطوط؟ انت عايز ايه؟ متبرجل مش فاهم لك سكه، امسك لك سكه. يعني تشيل الشنب وتحط التتينة وتكمل وتغير البامبرز اللي جوه لان ريحته فاحت، يا اما تكمل بقى دوجلاس وتلبس قميص وبنطلون من وسط البلد ولا حاجه. تحرش؟ اقول لك ايه، وانت تعرف ايه انت عن الاجانب؟ ايه ثانيه واحده، بغض النظر عن لوني وتاريخي، انا اسمي جوني. جوني؟ هاخد نصيحه من واحد اسمه نفادي؟ بص يا جوني، الاجانب دول يصحوا الصبح يقولوا احنا هنعملوا ايه حرام النهارده؟ ده كفار قريش، ده مسلسلات بتشوفها. يبقى رايح شغله عادي الراجل، يقابل واحدة في المترو، يروح بيها يخلفوا أول عيل، بعد خمس ست عيال تقول له أنت مش هتشرب الكافي مع دادي؟ يروح لأبوها، أبوها يقول له البنت لسه صغيرة، هو خلاص معاهم ست عيال. لا 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 شفت لا. يا ابني يا ابني، دي أفكار سامجة وقصص خيبانة مش حقيقية بالمرة، غلط يا حبيبي. هناك أصلاً الدنيا يعني بشر عادي زينا، بيغيروا، عندهم عائلات، امهات، ابا. ايوه يغيروا. طيب انت صح، انت صح يا ابني، انا عارف الافكار دي كويس، ما هدرس عندي، ما بيقول لي الاجانب عادي وقشطه يعني. ما هم قشطه فعلا والدنيا حلوه. لا طبعا دي افكار سيطات مش حقيقيه. يا ابني خد التقيله، البيتزا بوي بيقدم بيتزا ويمشي. بس سلام. بس بيتزا بوي يقدم بيتزا ويمشي؟ ده فين ده؟ ماشي كمل. دكتور ماله؟ هتودي له صاحبتك هيعالجها بس ويمشيها. بس ما بيعالج بس. هلا هو على دماغك. كمل كمل. المدرسه مالها؟ بتدرس بس. بس وبتقبض اخر الشهر تعمل كده؟ الحمد لله. دي مدرسه من العمريه دي في وسط المانيا عادي، وسط المانيا، والسباك بيغير كوع الحنفيه ويمشي ما يبصش على اي واحده في البيت عادي. اذا كان السباك اللي عندنا بيبص عليها وهو ماشي، انت اي حد هيبص عادي؟ لبسك غريب يا جوني. يا جن الاجانب دول جايبين من الاخر، دول بيلبسوا كات عشان العبد لله يخليه انكت. يا سلام. ايوه مستنيينك انت، بس سايبين البيتزا بوي وسايبين الدكتور ابو عين زرقاء وجايين لك انت. ايوه هم بيحبوا المصريين. انت لا تمثلهم في شيء، انت يا دوب تمثل المريخ. اقول لك ايه؟ ايه؟ انا ما نسيتش اللي انت عملته، اسمه تحرش وهعاقبك عليه. انت عارف دي الغلطه كام ليك؟ الكام؟ الاولى. طب ما حلو، لسه فاضل الثانيه والثالثه وبعدين تكفش. لو انا خالك وبشغلك في سوبر ماركت بتاعي قسم البسطرمه، انما لا، ده اوتيل محترم، انا اصلا بكرهك وهتلكك لك وهمشيك. بقول لك ايه، انا عندي كلاس يوجا محتاجني معاك. ارجع لك قالح. ايوه فهمت. لا انت فهمت غلط، انت فهمت حرفي، وتكون لابس حاجه محترمه. يوجا. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.